يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، واهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه. وهنتكلم في الفقره دي عن موضوع يهم كتير جدا 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 من الرجال بصفه خاصه. هنتكلم عن الفيتامينز وعن اهميه الفيتامينز للرجال والاسباب اللي بينتج عنها في بعض الاحيان نقص في فيتامين معين او مجموعه من الفيتامينز، وكمان عايزين نتعرف على ازاي نقدر ندعم جسمنا بالفيتامينز بالشكل اللازم وبالكميات المطلوبه. كل ده هيحصل مع دكتوره دينا ابو سعود اللي بنسعد دايما بوجودها معانا في البرنامج. صباح الفل يا دينا. صباح الخير، ازيك يا كريم؟ كله تمام الحمد لله. عاش من شافك. والله ليك وحشه كبيره. الله يخليك، ربنا يخليك. النهارده هنتكلم في حاجه تهم كل الرجاله. ايوه، وخصوصا بعد مرحلة الأربعين بصفة خاصة، الواحد بقى بيبتدي ياخد باله من ان الله ده انا لازم ادعم الفيتامينز، انا لو لازم اعمل تحاليل، النوع ده من الامور. فتعالي نبتدي بالمبدأ نفسه، أهمية الفيتامينز عند الرجال وأسباب نقص الفيتامينز عند الرجال. الفيتامينات والمعادن مهمة جدا جدا لكل الوظائف الحيوية في الجسم. مهمة لعملية التمثيل الغذائي. مهمة للنشاط. مهمة للمناعة. مهمة لعدم الأرق، يعني أن الرجل لو الفيتامينز والمينرالز وقعوا منه أو النسبة بتاعته قلت، هيبتدي يحس بأرق وعدم نوم وتوتر، والنوم مش مستمر بالسبع ساعات المطلوبة. بنت حلال مصفي. أيوة. وإن كنت شايل الجزئية دي للجزء الأخير من الفقرة اللي هي أسئلة المشاهدين، بس أنت بتجاوبي ضمنيا على سؤال جنة من مهاب أحمد، بيصبح عليكي وبيقول كان عايز يعرف هل نقص الفيتامينز في الجسم ممكن يسبب مشاكل في النوم زي الأرق؟ طبعا. أهو الإجابة. طبعا طبعا، من أهم المشاكل بسببها قلة النوم هي نقص الفيتامينز. الفيتامينات والمعادن معظمها الجسم لا ينتجها، فلازم الانتيك يبقى يوميا، سواء راجل، احنا مخصصين للرجل النهارده بس حتى الستات، راجل او سيده يوميا لازم انتاج من الفيتامينات والمعادن يوميا. طب والجرعه اخبارها ايه؟ الجرعه ما تقدرش تحسب الجرعه، يعني المفروض مثلا لو انا هتكلم على المناعه، احنا محتاجين فيتامين سي 1000 جرام. أي سوري، 1000 ملي جرام مش 1000 جرام، 1000 ملي جرام. فازاي نحن نقدر ناخد الـ كل الفيتامين سي ده؟ طبعا موجود في الخضار، موجود في الفلفل الالوان، موجود في الطماطم. بس نوصل للرقم بالزبط ده. بالظبط. ومحتاجه فيتامين اي، انا والراجل محتاج فيتامين اي جدا. من اهم الفوائد لاي رجل من فيتامين اي موضوع ان هو مضاد للاكسده، فبيقللوا الالتهابات. ممكن اقول ان فيتامين اي بيقلل شويه اضرار التدخين. طبعا يعني صعب انك انت تقول لاي راجل بيدخن امتنع عن التدخين دلوقتي، لكن ازاي نقدر نقلل اضراره؟ موجوده وكلنا عارفين اضرار التدخين، لكن مثلا فيتامين اي بيعمل على عدم الاكسده، والتدخين بيأكسد الخلايا وبيأكسد الجسم، فبيوزن الدم. طبعا طبعا، الفيتامينات والمعادن مهمه جدا. انت عندك فيتامين بي 12 مهم جدا للرجل لتكوين خلايا الدم الحمراء. فيتامين بي، عائلة فيتامين بي مهمة لحماية الجهاز العصبي بتاعه، مهم جدا. عندك الأوميجا مهم مثلا للمخ، عندك فيتامين د مهم للرجل، عندك ايه الفيتامينز المهمة، عندك الزنك مهم جدا كمناعة وتدعيم للخصوبة للرجل. فالزنك مهم جدا كمناعة ونشاط وتدعيم لمعدل الخصوبة للرجل. فطبعا الفيتامينات والمعادن مهمة جدا بشكل يومي وبشكل مستمر. واي حد لازم ياخد يوميا جرعه ما من الفيتامينز او من المالتي فيتامين، من منطلق ان هو مش صعب جدا يحصل عليها من خلال الاكل. انا بدعم المكملات الغذائيه، وبدعم المكملات الغذائيه اللي لازم تكون مرخصه من هيئه سلامه الغذاء، وبصفه خاصه بدعم جدا اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. اشمعنى الب مالتي فيت؟ لان الب مالتي فيت فيه مش هقول كل الفيتامينات والمعادن، لكن معظمها فعلا. يعني ليه بقول الب مالتي فيت؟ اولا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، وده يديني الامان جدا. ثانيا متواجد في سلسله صيدليات كبيره، والناس اللي مش قادره تنزل تروح للصيدليه، الدنيا حر مكسلين، عندنا ارقام ظاهره على الشاشه. احنا كمان زودنا رقم لان كانت ناس، بعض الناس بتشتكي ان 24 ساعه ارقامنا مشغوله، فعشان ده ما يضايقهمش زودنا رقم كمان على الشاشه عشان نحاول نبقى متاحين للساده الجمهور. وطبعا انا زي ما انا شايفه على الشاشه ده صوره الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. طب فرصه نتكلم عن تفاصيله بالمره. طبعا
ألب مالتي فيت ليه بقول انه ليه مميزات؟ اولا هو بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. أوكي. صعب جدا ان انا اخد مالتي فيتامين في كل فيتامين ب كامله. بتلاقي في كوبالامين، في بيوتين، في فوليك اسيد، ما فيهوش مثلا نياسين، والنياسين مهم جدا لدعم الخلايا العصبيه. فألب مالتي فيت في ده مستو انه في كل عائله فيتامين بي الكامله اللي مدعمه للتمثيل الغذائي ومدعمه للايض. عندي داخل ألب مالتي فيت اعلى تركيز في الزنك. أوكي. الزنك رائع، الزنك مهم جدا جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك نقص هيحصل مشكله في التمثيل الغذائي. الزنك عندي 23.9 ملي جرام، يعني اولموست 24، وقصاده نحاس. فانت بتتكلم في مكمل غذائي في زنك وفي نحاس. طب المكونات دي كلها بتمتص من في يعني بالجسم يوميا، ولا بيبقى في مساحه ان هي تتراكم؟ لو احنا بنتكلم على ان احنا بناخد جرعه يوميه من المكملات او من المالتي فيتامين، الزنك والفيتامين بي وفيتامين سي، كل الفيتامينات دي لا تتراكم في الخلايا لانها بيسموها فيتامينات قابله للذوبان في الماء. أوكي. فالاكسيد بينزل عن طريق البول. تمام. فما بتتراكمش، عشان كده احنا لازم. ولا في اي فيتامين تاني عنده الخاصيه بتاعت التراكم؟ الكالسيوم موجود بنسبه بسيطه، وتشز امن جدا، يعني عشان مهما تراكمت هايبر للكالسيوم. بالظبط. انا عندي الكالسيوم اعتقد 70 ملي جرام فقط. الانتاج بتاع الكالسيوم اليومي 1000. اوكي. 1000. لا فرق كبير. طبعا الحامل بتاخد 1200. فالحلو في ألب مالتي فيت ليه بقول يا جماعه خدوه لايف تايم، كبسوله واحده في اليوم، لانه امن جدا، حتى الكالسيوم مش موجود بالمقدار. والرياضيين ينطبق عليهم نفس الكلام اللي احنا بنقوله؟ الرياضيين مهم، ولا جرعتهم بتختلف؟ لا هو الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هي كبسوله واحده، يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره. كل الاحوال مش بالليل؟ لا، عشان هو بيدعم النشاط. أوكي. يعني مهم ان انا اخده الصبح وبعد كده انزل. اي حد بيستخدم ألب مالتي فيت، يمكن حتى حد يعني اعرفه استخدم ألب مالتي فيت، هو مش عارف، هو زوجي يعني، فبلاقي من 9 الصبح النهار فبقول ايه الموضوع ده، 9 يعني 9 وصاحي وبتاع، فبقول لي يا دينا ألب مالتي فيت خده بكامل ارادته ولا بتحت ضغط منك؟ لا، بكامل ارادته. انا عايز ألب مالتي فيت، قلت له هو عندي، بكلم الصيدليه او كلم الكول سنتر. فالمهم اخده، والله مش بكذب اطلاقا، انا شايفه نشاط وشايفه طاقه وشايفه مود حلو. فبيقول لي ده في زوجات كتير هيعملوا كده على فكره، دي كبسوله يا دينا عبقريه. فانا شايفه النتيجه، وانا لما باخده كمان بلاقي نشاط. يمكن انا مش هي بس فعلا كمان من ضمن الاثار الطيبه ليه ان هو بيعدل من الحاله المزاجيه، بيخلي الواحد في المود. طبعا. صحيح. طبعا الفيتامينز مهمه جدا لتعديل الحاله المزاجيه، وبس لو طبعا لو انا واصله لمرحله اكتئاب مزمن اكيد لازم اروح لدكتور. طبعاً. اكيد. طبعاً. لان بيبقى في ادويه ما، وادويه الاكتئاب ما تتاخدش اطلاقا غير تحت اشراف طبيب. طبعا. على طول بقول ادويه الاكتئاب تحت اشراف الطبيب، ولما نبطلها برضو تحت اشراف الطبيب، ما بنبطلهاش لوحدنا. لكن ألب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه داعمه للمود، واحنا طول الوقت عايزين المود بتاعنا يبقى حلو، لان احنا عندنا ضغوطات في الحياه كتير. طبعا. عندنا مسؤوليات، فالتفكير والاوفر ثينكينج ده بيتعب اعصابنا وبيتعب دماغنا. فعلى طول بقول ستات رجاله وستات جربوا ألب مالتي فيت، هتتبسطوا. أوكي. جدا جدا من النتيجه. في اي اثار جانبيه للمبدا نفسه، فكره المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز؟ الاثار الجانبيه لا، مفيش اثار جانبيه للفيتامينات والمعادن. لو انا مثلا لو فيتامينات قابله للذوبان في الدهون. أوكي. باخد لو الدكتور يعني هو الدكتور بتستشير الدكتور، لو محتاجه قرعات مكثفه جدا منها لفتره. أوكي. لشهر شهرين لثلاثه، وبعد كده بتمشي على جرعات بسيطه جدا. أوكي. لكن بالنسبه لألب مالتي فيت ملوش اي اضرار جانبيه اطلاقا خالص. طيب. ايه تاني لو ظهرت عليا اعراضه فده مؤشر ان انا عندي مشكله في الفيتامينز؟ يعني في امور معينه بتبقى ملهاش مرجعيه غير نقص الفيتامين؟ لا، يعني مثلا لو هتكلم بالنسبه للرجل، الخمول والكسل ممكن جدا يبقى نقص فيتامينات ومعادن، ما دام ما عندوش مرض مزمن يؤدي، يعني ما عندوش مشاكل في الكبد مثلا. أوكي. ما عندوش مشاكل في الكلى، ما عندوش مشاكل في القلب. فعلى طول بقول احنا لازم نطمن بالتحاليل الدوريه.
أوكي. يعني اي ست راجل بيتفرجوا علينا بنطمن بالسي بي سي بتاعنا. طبعا نقص الحديد كمان بيعمل المشكله دي، فلازم نعرف الـ 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 الخمول والكسل ووقعان الشعر نتيجه فيتامينات ومعادن ولا نتيجه نقص حديد. طب. يعني حتى الستات مثلا لو هتكلم، لو بيبان على الست ايه الوش الشاحب قوي، الهالات السوداء، ده بالنسبه لوشها، تشققات حوالين الانف، بقع في الوش، الشعر بيقع، طبعا ممكن يبقى نتيجه نقص بيوتين، زنك، نحاس، كل الحاجات دي مهمه جدا للشعر. بس اهم حاجه تبقى مطمنه على الغده الدرقيه بتاعتها، مطمنه على نسبه الحديد بتاعتها، مطمنه على وظائف الكلى بتاعتها، وقتها ولسه الشعر بيقع لازم تاخد فيتامينز على طول. بالمناسبه انتوا اكيد بيبقى عندكم احصائيات وعارفين، ولا دي صعب تحصروها، فكره ان الـ العملاء الاكثر للمنتج ده هل هم من السيدات اكثر ولا من الرجاله؟ انا بيخيل لي ان هم ممكن يكونوا سيدات، لان في كتير جدا من الاحيان بنلاقي ان الكلام واخدنا لايه؟ لحته سقوط الشعر، الضوافر، البشره، ودي كلها حاجات في منتهى الاهميه للسيدات. طيب صدقني لو قلت يمكن الرجال كمان اكثر، انا كنت فاكره زيك للاسباب، عشان يمكن انا طبيعتي كست على طول بدعم الستات وبتكلم، بس بلاقي كميه رجال بتستخدم قلب مالتي فيت، لان لما باجي اعمل ريفيو يعني مراجعه مع الكول سنتر، لا رجال بالتوازي، ويمكن رجال اكتر كمان، لان الراجل عايز طول الوقت يبقى عنده نشاط، راجل مهامه كتيره جدا في اليوم. فلما بتكلم بقول قد ان هو فيه فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، ومع فيتامين بي زنك المهم جدا للرجل بصفه خاصه، فبلاقي ان لا كتير جدا. ويمكن حصل قبل كده وعملاء كلموني على الهواء، عملاء ريل، قد ايه بتبسط بقى من الفيدباك بتوع العملاء الحقيقيين، وما اتكسفوش ان هم يطلعوا على الهواء يقولوا تجربتهم مع الب مالتي فيت. طيب نرجع برضو تاني لالب مالتي فيت، وهل في موانع لاستخدامه من عينه ان انا مثلا ممكن يكون في شخص ما عنده مرض مزمن ما، اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده كذا، هل لازم لهم جرعه معينه مختلفه عن الجرعات الثانيه ولا ايه الحكايه؟ الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت الاثنين هي حاجه واحده، يا اما الب يا اما اي ال بي. انا بختصر يعني بالنسبه ان اسهل ان اقول إيه، لكن هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي، هو لا يتعارض اطلاقا مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه. يعني بقول مريض السكر على طول الدكتور الطبيب المختص بيكتب له على فيتامين بي كومبلكس، لان مريض السكر بيبقى عنده شويه اعصابه ضعيفه. اوكي. فبيدعم له جدا فيتامين بي كومبلكس، هو لا يتعارض مع اي دواء خالص. حلو. طيب مريض الكوليسترول والقلب والضغط، طبعا برشح قلب مالتي فيت مع الادويه، لان انا عندي فيتامين اي كمان انتي اوكسيدنت، بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. أوكي. فداعم جدا لان هو يقلل نسبه الكوليسترول. قلب مالتي فيت داعم جدا ان هو يظبط لي نسبه السكر في الدم مع الانسولين، لو بتاخد انسولين او بياخد انسولين او الادويه المعروفه بتاعت السكر. الحامل تقدر تستخدمه، رائع ليها، لان الحامل عندها الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا. بيدعم عدم تشوه الاجنه. أوكي. وهو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين، فالب مالتي فيت رائع. الكالسيوم عندي 70 ملي جرام، ممكن بعد 3 شهور استخدام من الب مالتي فيت ممكن الدكتور او الطبيب المختص يقول لها زودي مع الب مالتي فيت كالسيوم من بره. أوكي. يعني سبلمنت اخر إضافي زياده يعني. بس أوكي. الزياده بتاعت الكالسيوم للحامل بس. أوكي. محدش يزود كالسيوم، يعني محدش ياخد الب مالتي فيت ويرجع ياخد كالسيوم تاني. لا، الحامل بس اللي بتاخد كالسيوم زياده. حلو. طيب نرجع برضو لاسئله الناس اللي بعتوها لنا، واحنا قلنا خلاص السؤال بتاع مهاب المتعلق بمساله نقص الفيتامينز والارق، فاحنا جاوبنا على السؤال ده. في سؤال تاني من منى السيد، بيقول صباح الخير، كنت عايز اسال دكتوره دينا، هل الب مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشره زي الحبوب واثرها والهالات السوداء؟ طبعا مهم قوي للبشره فيتامين سي جدا. حتى بتلاقي شركات تجميل عالميه عندها سيرمز بفيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا. أوكي. للبشره، لانه بيعمل على عدم اكسده البشره، بيعمل على ترطيب البشره، و و و وبيعمل على كمان تخفيف البقع الداكنه. فالب مالتي فيت مهم قوي، كمان بيقوي لي الشعيرات الدمويه. أوكي. في البشره بتلاقي يمكن بنات عندها شعيرات دمويه باينه رابتشر، اللي هي رفيعه قوي ضعيفه، فيتامين سي بيقوي لي الشعيرات الدمويه. عندي فيتامين اي مهم جدا جدا ليها جدا. أوكي. ومن اهم الفيتامينات اللي بتعمل ترطيب وتعمل على عدم تشققات، بتلاقي ساعات بنات عندها تشققات هنا بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي 12.
وفيتامين بي 12 مهم جدا لتدعيم كرات الدم الحمراء. فمع ألفا مالتي فيت هتلاقي وشها حتى مورد، الدوره الدمويه باينه في وشها، وشها لونه بينك، مش محتاجه الميك اب الكتير. فألفا مالتي فيت هيبقى داعم جدا لبشرتها ولشعرها. طب احنا مفيش حاجه تخلي وشوشنا احنا كمان بينك، ولا احنا ملناش نفس ولا لا ايه؟ لا، الفا مالتي فيت بيحلي الراجل طبعا كشكل. أوكي. يعني بتلاقي ما دام انا عندي نشاط، اي راجل عنده نشاط مود كويس، الدوره الدمويه شغاله كويس، بيبقى شكل مظهره العام بيبقى حلو. طيب سؤال برضو اخير من مرام السيد، بتقول انا في فتره امتحانات اليومين دول، فكنت عايزه اعرف هل لو ابتديت اخد الف مالتي فيت ممكن يجيب نتيجه وانا في الامتحانات، ولا كان لازم اخده قبلها بفتره عشان يلحق يجيب نتيجه؟ هنا بتالي يعني المذاكره قد تكون مهمه برضو، يعني الى جانب المكمل طبعا في فتره الامتحانات دلوقتي. وانا فاكره زمان قوي بقى لما كنت في ايام الجامعه موضوع المحاضرات والتركيز، كنت ببقى خلاص كل المواد بتخش في بعض، محتاجه تركيز يبقى اعلى. فبرشح جدا ألفا مالتي فيت لاي حد داخل فتره امتحانات عنده مذاكره كتير، في الشباب بنات بيعمل ولاد. شغل في حته الذاكره كمان طبعا، بيقوي الذاكره جدا. وهي بتقول ان هي في فتره امتحانات يا ريتها اخذته من قبل كده، بقول لها لا خديه من دلوقتي، هتلاقي في خلال يومين تركيزك ونشاطك البدني ونشاطك الفكري اعلى بكتير. بس هي كبسوله واحده في اليوم. اوكي. مهم ارجع اقول ان ألفا مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، امان لكل الناس اللي بتتفرج علينا. ومهم اقول ان احنا موجودين في صيدليات، مجموع سلسله صيدليات كبيره. مهم اقول ان ده شكل العلبه اللي على الشاشه. أوكي. نصور العلبه، ليكم كيفيه حريه الاختيار، يا اما بتاخدوه من الصيدليه، يا اما بتاخدوه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. واكيد السعر موحد، السعر رائع. الرقم اللي ظهر على الشاشه ده خاص بالشركه المصنعه. شركه بايو ناتشرال. فطبعا السعر اكيد رائع جدا، السعر موحد سواء هناخده من الصيدليه سواء هناخده من ارقام الشركه. أوكي. وطبعا اي حد ليه حريه الاختيار عايز يشتري منين. جميل. طيب احنا للاسف وقتنا يعني بيوشك على الانتهاء، فيدوب الحق اشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. يا رب نكون قدرنا نفيد الناس اللي بيتابعونا من خلال هذا الحوار. كل الشكر ليكي دكتوره دي. ربنا يخليك يا كريم. يا رب تسلم. ان شاء الله. ميرسي. والشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ان شاء الله يتجدد لقائنا بكم بكره قبل دلوقتي بساعتين، 10 الصبح في الاهلي. نشوفكم على خير. الى اللقاء.